افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية الذي تنظمه سفارة مملكة البحرين بسلطنة عمان وجمعية الصداقة العمانية البحرينية. ويشتمل المعرض الذي يستمر إلى نهاية أغسطس الجاري على أركان عدة، من بينها ركن العطور والبخور والصناعات الحرفية، إلى جانب ركن الفنون التشكيلية التراثية وركن الأزياء التقليدية وركن منتجات العسل واللبان العماني. وتعد إقامة المعرض فرصة لمد جسور التعاون والتعرف على المستوى الذي وصلت إليه نوعية وجودة إنتاج رواد الأعمال في مملكة البحرين وسلطنة عمان، كما يتيح إمكانية إقامة شراكة بين رواد الأعمال في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجالي الإنتاج والتسويق. يأتي هذا المعرض انطلاقا من العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وأيضا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التجارة وفي مجال سياحة المعارض. هذا المعرض سوف يتضمن متنوعات من المنتجات العمانية البحرينية، مثل الأزياء، مثل العبايات، مثل الحلوى العمانية والحلوى البحرينية واللبان، و يعني أيضا كثير من المشغولات اليدوية اللي ينتجها رواد الأعمال. فهذه فرصة نحن نشجعهم على المزيد من الإنتاجية والمزيد من الإبداع حتى يعني نعزز دورهم رواد الأعمال.